علاش غتحرقونا؟ علاش اخايا تضيعونا وثم كتفكروا في الريدوات؟ هذا مازال شي سوق القرب هذا، هذا زال سوق اليتامى هذا، فهمتي؟ جيبوا لنا خانه مستافد من فرنسا وحنا حنا تكافينا اللي هنايا. لقينا بنادم راه ما عنده ما ياكل، راه تقهض، راه كيموت بشويش بشويش. الله يحسن العون. مستحيل الناس اللي مستافده كتهضر على الريدو والصين ديال الناس اللي خصهم باش تكمل الاستفاده، خاصنا كلهم متفاهمين. اسمع، الغلط لحظه والندم سنين، واللي خايف يحط الاحمر شفايف. انا عارف المالك عتاني. اللهم هذا منكر. لكن الظلم اللي كنتوجهوا له حنايا غنوصلوا لسيدنا ان شاء الله، لانه هو مالك الشعب. عشا مالك، عشا السلام عليكم. اسمي محمد أشمران، انا واحد الانسان مستفيد من هاد المستفيدين اللي في كاسا باراتا. كما كتشوفوا اليوم الخميس خصو يكون واحد اجواء دبي عشره، هانتوما كتشوف اتفقنا مع بعضنا شادين السوق باش نعملوا واحد القرار، نهضروا على الناس اللي ما مستفداش، نهضروا على هذا الضو اللي طالع علينا ودابا ساعه كيطفى، كل خمسه دقائق كيطفى الضو. حنايا من فوق متفاهمين مع بعضنا، مشينا عند الباشا المقاطعه ديالو كنشكروه بزاف، وجزيل الشكر اللي جان عندنا في 10 دقائق ما خلاناش نوقفوا، وامر علينا نرجعوا للسوق ديالنا. وديك الساعه هو جان عندنا وقالنا شنو اللي كاين، قالنا السيمانه اللي ما جا غنشوفوا مع الدراري غنعطيهم يستافدوا، وغنشوفوا ديك الساعه النموذج كيفاش تقدر الدوله تعاون معنا. وخصنا نفرحوا العواشر رمضان هذه ما جا، ورمضان كريم وكل عام وانتم بخير. هنايا هذه شهرين وما جابونا من السوق، عطونا الاستفاده هنايا، ما كاين بيع ما كاين شراء، انا كارب وليداتي جوج العوال والله ما كانت دي شي درهم لولادي. جاو حنا يا خي رزقنا هنايا اخي، خصنا نضمنوا اخي، حنا يا خي ما غنثقوش في العساس 1100، حنا خصنا نضمنوا رزقنا اخي، حنا هاد الناس هادي كنطلعوا كنطلبوا من المسؤولين يعملوا معنا شي حل اخي، هادشي اللي كاين. السلام عليكم، حنا كفراسه متجولين كاسا باراتا استفادة قرب كاسا باراتا، عملنا هذه المبادرة اليوم ديال الغليق دبيبان وكذا سي بالنسبة للإخوان اللي ما مستافدينش. حنا كنخرجوا عندنا ساعات الباسا كيقول لنا باش نمسحوا البيبان وباش نفرطوا اللي ما يعرف عمرتي راه غايديروا المكان ديالو. حنا كنقول لهم حنا أصلا ما عطيتونا والو باش تديونا، هذا ما كيبان لا سوق نموذجي لا سوق القرب. عدد الإخوان ديالنا اللي قدامين على بزاف ديال الناس اللي مستافدة ما كايناش، أهرامات ديال السوق ما كاينينش، بوليداتهم بكل شيء. اللهم إن هذا منكر. حنا كنطالبوا من الدولة ومساعدة الباسة ديالنا يشوف عين اعتبار الناس اللي ما استفدتش وعمل الحل ديالها، كانه يقول الاسبوع الماضي الاسبوع اللي مازي. دابا حنا مشينا معاهم 3 اشهر دايزا، دابا عطاونا الازاد سيمانه عاوتاني، حنا في سيمانه نعاودوا نفس المبادره هذه. جميع الاسواق عملوا معاهم جميع الحلول، سطر الاول سطر الثاني سطر الثالث، الا كاسا باراتا عادوا لها سطر واحد. فهمتي حنايا عندنا هنايا في مطاع الخضره كاين واحد الحانوت هنايا جايبينه الراجل من فرنسا جايبينه استفد هنايا في مطاع الخضره، علاش غيستفد هذاك وعم بركه تما سيدي؟ حنايا كخصنا فهمتي نشوفوا نستافدوا الناس اللي هنايا مسؤولين والناس اللي محتاجين هما اللي يستافدوا. اما حنايا فهمتي جيبوا لنا خانه مستافد من فرنسا وحنا حنا تكافينا اللي هنايا في طنجه، عطيناه براكه في وسط مطاع الخضره، عطيناه براكه زوج مترو وزولوها الناس مولان بيطات، زولوا لهم 20 سنتيم 20 سنتيم ويا عندنا في مربع جوج مترو جوج مترو، زولوا لنا 20 سنتيم الواحد وخشوا هذا الراجل من فرنسا. علاش هذا الظلم هذا؟ هذيك اللائحه اللي وعدونا بها كاين شي 50 واحد مقيد هي في الولايه، باقي ما طمشنا منا والو. كيقولوا لنا غدا بعدو ديرو اصي الوالي، اشوف من الحالات دراوش هادو، لقينا بنادم راه ما عنده ما ياكل، راه تقهض، راه كيموت بشويش بشويش. الله يحسن العون. صيفطوا لي السدعه الاولانيه ها هي، ما صيفطوا لي شي السدعه الثانيه، وانا كلشي كيعرفني والسوق كامل كيعرفني بان كنبيع ونشري في كاسا باراتا، علاش غادي يحرقوني انا؟ علاش؟ علاش؟ حيت انا ماشي مواطن، انا مواطن، وهذيك المبادره سيدنا وهادو الدراواش كاملين خصهم يستافدوا، كاملين عندهم مسؤوليه، انا بيدي عندي مسؤوليه، مجوز كاري وكنبيع وكنشري قديم، والناس كامله كتعرفني والدراواش كاملين بيدهم خصهم يستافدوا، علاش غتحرقونا؟ علاش اخايا تضيعونا وثم كتفكروا في الريدوات؟ هي اللي خصنا شي بلاصه وخاي الطابله عاد نشوفوا الريدوس ونشوفوا شني حاجه، ما حنا ما جبرنا من ناكل والخاوه ديالي، اقسم بالله لا 3 شهور وانا عايش في الزنقه الخاوه ديالي. سلك الخاوه. اقسم بالله. وهاد كيقول لك السوق ما خدامش، هما الحوانت هنايا خاويين، ها هما الحوانت خاويين، بحق اللي عطاونا هاد الناس هادو ملي كتستحق واستافدت غيخدم السوق، هما الحوانت خاويين عندهم واخا كيجيو الناس واخا كيجيو الناس يتسخروا كيجيبوا حانوت خاويه، حانوت هنايا عامره وليهن خاويه. بنادم كيخاف كيمشي بحالو، السوق مهجور، السوق الناس اللي كتستحق تستافد ويعمر. حنا اللي عم نطلبوا منهم دابا شوف
راه بقاو كيديو يجيبوا فينا هيدا. حنا ماشي قرباله. راه حنا ماشي غنعملوا شي قرباله، حنا في دوله القانون. حنا غنبقاو نترجاو ان شاء الله سيدنا الله ينصرو، مالك ديالنا الله ينصرو، وحنايا عارفين سيدنا الله ينصرو مازال زعما زياره رسميه لطنجة، وحنايا غنكبروا به ان شاء الله، ولكن الظلم اللي كنتوجهوا له حنايا غنوصلوا لسيدنا ان شاء الله، لأنه هو مالك الشعب، عاش مالك، عاش مالك، لأن طرقنا به المسؤولين كاملين، حنا في هذه المرحلة كنطلبوا من سيدنا الله ينصرو، الله يجازي بخير، مالك البلاد كاملة، يشوف من حال هاد الدراويش هادو، راه حنا في ورطة كبيرة مستفدين شي، هذا مازالناش سوق القرب هذا، هذا زال سوق اليتامى هذا، سوق عبونا مزامي الحلول باش يبنوا يفرشوا راه فينا فرشوا انت اللي باقا ما فرشتش كاين بزاف ديال الحلول، يوميا السيمانة اللي مازال السيمانة اللي موراها السيمانة، دابا عطاونا السيمانة باش ينعسونا، وسيدنا الله ينصروا باقا له صار يجينا هاد المدينة هادي يزور إن شاء الله، كنطلبوا من المسؤولين جميعا يشوفوا من حالنا، راه حنا كنجوزوا أحسن زيارة ملكية في طنجة، كنجوزوا حنايا على الطهر ديالنا لأن كنحبوا المالك ديالنا، ولكن هاد الناس هادو في العقل ديالهم شي حاجة مسخة، كيبغيو يكرهونا في المالك ديالنا، حنا كنقولوا عاش المالك، الله يشوفنا من الحال ديالنا.